هب 71 هي منصة عالمية تم إطلاقها بالتعاون بين برنامج أبو ظبي للمسرعات التنموية غدا 21 وشركة مبادلة للاستثمار وشركة مايكروسوفت وصندوق سوفت بانك فيجن وسوق أبو ظبي العالمي. وتستهدف المنصة الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة في أبو ظبي لتساهم في تعزيز التنوع الاقتصادي وتنمية الاقتصاد المعرفي وخلق فرص عمل. So Hub 71 is a very exciting initiative launched today here in Abu Dhabi, really focused on supporting startups and founders to come to the region and to start in the region. Mubadala's role is a very important role. Mubadala today is a global investment company. We have partnerships all over the world and we have investments in technology in the US, in Europe, in Asia. So for the first time, we have an opportunity as Mubadala to leverage all these partnerships, to work with all these partners all over the world, to bring some of these startups here. Many of these startups are excited and interested to come to the region, and Hub 71 becomes the platform to support them in their growth. المنصة تشكل بوصلة للمبدعين والمبتكرين والموهوبين في المجال التكنولوجي نحو تأسيس شركات خاصة وتحويل أفكارهم النظرية إلى حقائق ملموسة، وذلك عبر دعمهم بتكاليف التأسيس والتمويل والتراخيص والتأشيرات اللازمة لإنشاء شركة تكنولوجية في أبو ظبي. وستؤسس شركة مايكروسوفت مكتباً لها في مربعة سوق أبو ظبي العالمي بجزيرة المارية، حيث تتخذ منصة هب 71 مقراً لها في برج الختم للمساهمة في تطويرها وتصميمها. ويمكن للراغبين بالانضمام للمنصة الحصول على المعلومات الكافية عبر الموقع الإلكتروني www.hub71ad.com.